وحول اكتتاب شركة مرافق ينضم إلينا المهندس خالد بن محمد السالم رئيس مجلس إدارة شركة مرافق الكهرباء في الجبيل وينبع السعودية. أهلا بك معنا مهندس خالد، شكرا على وجودك. يعني شهدنا الاكتتاب بالنسبة بالنسبة للمؤسسات والذي تم تغطيته 59 مرة، كيف تقيمون هذه التغطية ومن هي الجهات الأكبر التي ساهمت بهذه التغطية بالنسبة للمؤسسات؟ شكرا ميسا، ما شاء الله ما تركتي شيء، يعني اعطيتي كل شيء معلومات عن الشركة. الله يعني اقبال كان جدا يعني رائع على الاستثمار في الشركة. مثل ما ذكرتي يعني التغطية كانت 59 مرة على الحد الأعلى للنطاق السعري من شركات يعني وبيوت مال محلية وعالمية. أعتقد من أسباب هذا الإقبال النمو المتوقع في قطاع المياه والطاقة، أيضا الحوكمة التي يحظى بها هذا القطاع بشكل جيد جدا، بحيث أن هذه المؤسسات تستطيع التنبؤ بالنمو للشركات في هذا القطاع، ولا أدل على ذلك من مثل ما ذكرتي مرافق هي مزود خدمات مياه وطاقة في المدن الهيئة الملكية، اليوم مثل ما ذكرتي في الجبيل وينبع، لكن بدأت أيضا في جيزان وراس الخير، ولأول مرة أيضا بدأت في مشروع معالجة مياه بالشراكة مع القطاع الخاص في جدة. فهناك تطور كبير قادم ونمو للشركة إن شاء الله يعود نفعه على المستثمرين. جيد. الآن مهندس خالد، يعني انتهت المرحلة الأولى في المؤسسات، نحن مقبلين على الأفراد الذين خصصتم لهم 30%. إلى أي مدى هذه المسألة قابلة أيضا للمراجعة في حال ازدياد عدد الطلبات وتمديد هذه الفترة قياسا على الإقبال؟ ما هي القيمة المضافة لهذا الاكتتاب عليكم؟ طبعا هذا الطرح هو ثانوي 100%، يعني الشركاء الرئيسيين الأربعة طرحوا جزء من حصتهم للسوق، والسبب طبعا الشركاء الأربعة ليسوا بحاجة إلى أموال الاكتتاب، وإنما لمشاركة المستثمرين في النمو القادم للشركة بعد ما أصبح هناك يعني بيزلاين يعني ثابت للشركة بحيث أنها تنمو في السنوات المقبلة. بالنسبة ل أيضا ما يميز هذا الطرح أنه 30% من الأسهم طرحت لسوق الأسهم، أيضا نريد مشاركة الأفراد بشكل أكبر في هذا الاستثمار وفي هذا القطاع تحديدا. نعم مهندس خالد، أنت عارف أن المساهمين دائما بيهتموا بالتوجه للشركات وتوزيعاتها، اليوم هل بعد الطرح رح يكون في استراتيجية معينة بالنسبة لتوزيعات الأرباح بالنسبة لمرافق على المساهمين؟ طبعا أيضا توزيعات الأرباح يعني محوكمة من هيئة سوق المال، وإحنا سوف نتبعها. سعادة الرئيس التنفيذي في لقاء سابق المهندس محمد الزعبي رئيس الشركة ذكر عن توزيعات الأرباح لهذه السنة، وأنها سوف تكون أيضا نصفية، فذكرنا 580 مليون، أرباحنا مثل ما ذكرت حوالي 620 مليون، فإحنا 80% تقريبا من الأرباح للشركة يعني توزع في الفترة هذه. لكن أيضا لدينا يعني خطط نمو قادمة، وبالمركز المالي القوي للشركة نستطيع أن يعني نقوم بتوزيع أرباح مجزية، وأيضا احتفاظ بجزء من الأرباح للنمو المستقبلي. نعم مهندس خالد، ما هو حجم محطات الكهرباء القائمة وقيمتها،
وما هو قادم مستقبلا أو في المستقبل القريب؟ والله طبعا المحطات اليوم مثل ما ذكرت الكهرباء طبعا محطة واحدة اللي موجودة في ينبع كهرباء والمياه هي تحلية، أيضا محطة للتحلية في جيزان تم استلامها مؤخرا، وهذه يعني محطة يعني بتقنيات جديدة، وهذه متوقع إن شاء الله طبعا يكون فيها النمو القريب من خلال الصناعات القادمة في جيزان، وأيضا في بالنسبة لرأس الخير مجمع الصناعات البحرية القادم إن شاء الله سوف يكون أيضا من المستهلكين الكبار لشركة مرافق في رأس الخير. أدي حجم الاستثمار مهندس خالد، واليوم إحنا عارفين أنه تكاليف الإنتاج تعتبر نسبيا عالية، أدي تكاليف الإنتاج اليوم كيف ستدار بحكم الارتفاع اللي عم نشوفه بمعظم التكاليف على الشركات؟ لا أنا أعتقد اليوم يعني إحنا نشوف موضوع الربحية في الشركة بشكل شفاف، فما عندنا مشكلة. اليوم عندنا يعني الشركة تتمتع بطاقم تشغيلي قوي من ناحية الإفشنسي والقدرة التشغيلية، للعلم يعني الوحدة من الأمور الخاصة لشركة مرافق أن المستهلكين مصانع كبرى، لا يعني ليس مقبول بالنسبة لها أن يكون فيه عطل في تزويد الطاقة أو المياه، ولذلك يعني هذه من الأمور اللي يعني شركة مرافق تعتبر متميزة فيها. فبالنسبة لنا التكاليف ليست مثل ما ذكرت، هذا القطاع يعني يوجد له حوكمة واضحة يعني بقيادة وزارة الطاقة ووزارة المياه، بحيث أنه يضمن السعر العادل للمستهلك وأيضا الدخل الجيد للشركات العاملة. نحن نتمنى لكم التوفيق. المهندس خالد بن محمد السالم رئيس مجلس إدارة شركة مرافق، شكرا جزيلا لك.